بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بإذن الله اليوم درسنا تواضع النبي. عندنا درسين اليوم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل التواضع. طبعا تواضع النبي راح نعرف معنى التواضع ومن هو أشد الناس تواضعا وصورا من تواضع النبي، أي قصصا من تواضع صلى الله عليه وسلم، وكيف الإنسان يكون شخصا إيش متواضعا. طيب، طبعا التواضع خلق نبيل حث عليه الإسلام وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل التواضع خدمة النفس ولين الجانب وعدم الترفع على الناس أو احتقارهم. معنى عدم الترفع يعني عدم إيش؟ عدم التكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيش؟ تواضعا. يعني التواضع إيش؟ خلق نبيل حث عليه الإسلام وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتحلى بإيش؟ بالتواضع وعدم التكبر على إيش؟ على الناس والعلو. طيب، قصة من صور تواضع صلى الله عليه وسلم. من تواضع صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدم نفسه في بيته ويقوم بشؤونه الخاصة. فقد سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ لأن يعني الناس مستغربة، هل الرسول يعمل ولا ما يعمل؟ قالت: نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، أي ينظف إيش نعله، ويخيط ثوبه، يعني يخيط إيش الثياب، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم إيش في بيته. هذا من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان إيش، كان عنده زوجته تخدمه لو طلبها، لو أي شخص طلب النبي راح يخدمه. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعمل إيش ويخدم إيش ويخدم نفسه. طيب، ومن تواضع أيضا في قصة أخرى، ومن تواضع صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترفع عن السلام على الصبيان، يعني ما يتكبر أنه يسلم عليه على الأولاد الصغار. ها، قد مر أنس بن مالك رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني أنس بن مالك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه على الصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو إيش ويدعو لهم، وكان لهذا العمل أثر في قلوب الصغار. فمن أثارها لما تسلم على الصغير وتعطيه يعني زي ما تقول دفعة معنوية وتدعو له وتمسح على رأسه، إيش راح يكون؟ ها، أنه يكون سبب لحب إيش، لحب الكبار. يعني الصغير لما يشوف الكبير زي كذا يحبه إيش ويحترمه ويحصل إيش التقدير له. طيب، هذه إن الواحد إذا شاف له طفل صغير إيش يسوي، زي ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه ويمسح رأسه ويدعو له. لما تكبر إن شاء الله تسويها للصغار بإذن الله، ونقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. رغم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول، لكنه كان ما ينسى إيش، ما ينسى الصغار ويربيهم ويهذبهم. طيب، ومن تواضع أنه كان يجلس بين أصحابه، يعني بين الصحابة، فيجيء الغريب، لما يدخل عليهم شخص غريب فلا يدري أيهم رسول الله حتى إيش حتى يسأل. من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني واضح أنه كان ما يلبس لبس غير الصحابة، أو أنه يكون له شيء مختلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، حتى أنه كان لما يجي شخص غريب من خارج المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من هو النبي حتى يسأل مين، حتى يسأل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نتعلم لنعمل. ها، لا تكبر على أحد في المجتمع، فكل فرد له وظيفة لا نستطيع الاستغناء عنها. طيب، أجيب عن الأسئلة الآتية لأكون من خلالها موضوعا متكاملا عن إيش؟ عن التواضع. طيب، كيف تطبق خلق التواضع في حياتك؟ ها، عدم النظر للآخرين والاهتمام إيش؟ والاهتمام بنفسي. طيب، كيف تقوم بنشر هذا الخلق بين المسلمين؟ ها، من خلال الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في التواضع. طيب، أذكر بعض من الأفكار والمقترحات الإبداعية حول التواضع. ها، أن أنشر التواضع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين إيش؟ بين أفراد إيش؟ المجتمع. طيب، نشاط 2، أصمم برنامج تطوعيا أساعد به عمال النظافة لترسيخ قيمة التواضع، وأكتب أهم خطوات إيش خطوات هذا البرنامج. طيب، أن أساعد عمال النظافة أنا وزملائي داخل إيش داخل المدرسة في يوم من الأيام. طيب، ننتقل إلى التقويم.
طيب اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح أمامه. من صور التواضع ها ايش قلنا؟ أن يخدم الإنسان نفسه، أن يحب ثناء الناس عليه، يفرح بشكر الناس له. أن يخدم الإنسان نفسه، ممتازين. طيب الترفع على الناس صورة من صور ايش؟ إظهار النعمة، التواضع، الكبر. ها ترفع قلنا ايش؟ الترفع العلو، يعني واحد يعلو على الناس. ها الكبر، ممتازين. طيب اذكر أكبر عدد من المقترحات التي من شأنها أن تجعل الإنسان متواضعا. أول حاجة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع، أن يكون الإنسان إيش؟ يعمل في الأعمال التطوعية زي النشاط القمشي، أن يعمل الإنسان في الأعمال إيش؟ التطوعية. أن يكون الإنسان خلق الحسن مع إيش؟ خلق الحسن مع مين؟ مع الآخرين. طيب في أشياء كثيرة. طيب ننتقل إلى الموضوع الثاني واللي هو فضل إيش؟ فضل إيش؟ التواضع. طيب لما كان من صفات الإنسان الشح وحب المال والغضب والحب الانتقام والتكبر والمفاخرة، جاء الإسلام مهذبا هذه الصفات بالأمر بالصدقة التي تنتج عن الكرم، والعفو الذي ينتج عن الحلم، والتواضع الذي يزيد الألفة والمحبة، وقد جمع هذه الأمور كلها الحديث الآتي. طيب نقرأ الحديث ونشوف هل الحديث جمع الأمور هذه ولا ما جمعها. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا معروف من هو أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تمام، يعني بمعنى أن الله يبارك المال الذي أخرج صاحبه الصدقة منه ويدفع عنه التلف، ويبارك لصاحبه بالحسنات بإذن الله، فتكون الصدقة بذلك لا تنقص إيش؟ المال. طيب وما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزة. ها من عرف يعني الشخص الذي عرف بالعفو والصفح، فإن الله يعلو منزلته في الدنيا وإيش؟ في الدنيا والآخرة، يعلو منزلته في الدنيا قبل إيش؟ الآخرة بإذن الله. طيب وما تواضع أحدا لله إلا إيش؟ إلا رفعه الله بأن يجعل له إيش؟ منزلة في قلوب الناس، ويعلو مكانته بينهم في الدنيا وإيش؟ والآخرة. يعني ما أحد يتصدق بإذن الله ما تنقص صدقة، ويعوضها الله إيش؟ بالحسنات. وما زاد الله عبدا بعفو إلا إيش؟ عزة. الواحد اللي يعفو ويصفح عن الآخرين ما يزيده الله إلا عزة ومكانة بين إيش؟ الناس. وما تواضع أحدا لله إلا رفعه الله في الدنيا وإيش؟ والآخرة بإذن الله. طيب تعرف على معاني الحديث. شرحنا الحديث وقلنا ما نقص صدقة من مال بمعنى أن الله يبارك المال الذي أخرجه صاحب الصدقة منه ويدفع عنه إيش؟ التلف. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي أن من عرف بالعفو والصفح عن الناس فإن الله يعلو منزلته في الدنيا والآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه بأن يجعل له منزلة في قلوب الناس، ويعلو مكانته بينهم في الدنيا والآخرة بإذن الله. طيب من صور التواضع قبول الحق وعدم إيش؟ وعدم رده، يعني يكون إنسان إيش؟ مع الحق. التذلل والعبودية لله عز وجل، لأن الواحد يتذلل ويخضع لله عز وجل. ترك العجب اللي هو ايش؟ تكبر. طيب خدمة النفس، ان الواحد يخدم ايش؟ نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته صلى الله عليه وسلم. طيب تقدير الآخرين واحترامهم وعدم التكبر عليهم. طيب مما يستفاد من الحديث: الصدقة لا تنقص المال بل تزيد، العفو والتواضع يرفع مكانة المؤمن في الدنيا والآخرة. من صفات المؤمن الكرم والسخاء والحلم والعفو والتصافح وعدم ايش؟ وعدم الكبر. ها أن التواضع ليس ذلا كما يتصوره بعض الناس. ها أن العزة والرفعة بيد الله، يعطيها مما يشاء ممن تحصل على إيش؟ على أسبابها. طيب نتعلم لنعمل، أقدر الآخرين وأحترمهم ولا أقلل من شأن أحد. كل واحد له احترامه وتقديره. طيب قال الحسن البصري: المتكبر كالصاعد فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. طيب اذكر مثال او قصه تنطبق على هذه المقوله. اذكر قصه من عندك ومثال عليها. طيب اناقش مجموعه حول طالب يتكبر على زملائه في المدرسه، ما الاسباب التي جعلته يفعل ذلك، وما الحلول والمقترحات التي يمكن ان تكون علاجا له. طيب ممكن أحد الأسباب أنه عنده مال، أو أنه أو يكون يعني متفوق في دراسته لكنه ما ينظر للآخرين يعني إلا باستحقارها،
طيب وش الحل معه؟ ها، أن يعرف الطالب نفسه وفقره وحاجته إلى الله، أن يتواضع لله عز وجل اقتداء برسوله، أن يعلم بأن المال أعطاه الله إياه ليشكره على نعمه، أن يحمد الله على نعمة العقل بأنه متفوق. لازم الواحد يرى الآخرين كما أمر الله عز وجل ورسوله بذلك. طيب التقويم، ضع كلمة صحيح أمام الموقف الحسن وكلمة خطأ أمام الموقف السيء، ثم صحح المواقف السيئة. إذا الموقف اللي راح نقرأه خطأ راح نصححه بإذن الله. طيب، يقوم صالح بقضاء حوائجه ويخدم نفسه، صحيح ولا خطأ؟ صحيح، ممتازين. يمشي زاهي أمام زملائه معجبا مزهوا بنفسه متعاليا عليهم، طبعا هذا خطأ. ها، يمشي، ايش التصحيح له؟ ان يمشي متواضعا، يعني ممتازين. يلاقي زملاء خالد تقديرا واحتراما منه في اي وقت، صحيح. طيب، ناقش احمد طالبا متعصبا فرفض ذلك الطالب الحق ورده ولم يذعن له، هذا مو من صور ايش؟ من صور التواضع، يعني خطأ. طيب، ان يكون الطالب ايش؟ طيب التصحيح، ان يكون الطالب هادئا ويقبل ايش؟ ويقبل الحق. طيب، وبين أثر التواضع في التعامل مع الناس. ها، طبيعي أن الناس تحبك وإيش وتعطيك الاحترام وإيش والتقدير. طيب، أنه سبب لرفعة مكانته بين الناس، هذه معروفة. طيب، في سؤال ثالث بس. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.